إن شاء الله راح نتكلم في موضوع مهم جدا، وهو المشاركة في تحمل مسؤولية تثقيف المراهقين صحيا وجنسيا. راح نتكلم عن المجموعة الأولى وهي الأهل والأقارب والمدرسين ومسؤولية التثقيف الصحي والمناهج أيضا الدراسية. أيضا المجموعة الثانية هي الجمعيات الأهلية والدينية ورجال الدين، ويعني بعض من المدربين في التعليم الديني. أيضا ضرورة استخدام وسائل الإعلام لتثقيف المراهقين بطريقة مقبولة. أيضا تواجد دليل إرشاد الآباء والمدرسين على توضيح النضج البيولوجي ومشاكل المراهقة بطريقة مناسبة وصحية حسب عمر المراهق أو الطفل. أيضا إتاحة فرص العمل المناسبة والاهتمام بالرياضة والموسيقى والأداب والرسم والنوادي الخاصة. أيضا ظل المراهقون إلى عهد قريب شريحة سكانية طبعا مهملة، فالمراهق أكبر من أن يشمله طب الأطفال، وأيضا وأصغر من أن يشمله طب البالغين. أيضا بدأ الاهتمام بعد الحرب العالمية الثانية بنشر بحث عن نمو المراهقين. أيضا أقيم أول برنامج لطب المراهقين في سنة تقريبا 1977 في الجمعية الطبية الأمريكية، وأيضا جعلت طب المراهقين تخصصا طبيا ونشرت عدة كتب عن طب المراهقين. أيضا جاءت منظومة الصحة العالمية بمفهوم أوسع يشمل التدابير الوقائية والعلاجية عام 1965. أيضا عام 1990 انشأت مقرات في مقرها في جنيف برنامجا لصحة المراهق في عام 1993. وأيضا في عام 1995 حدد المشاركون في يعني في المشاورات الجوانب عن الصحة، صحة المراهق التي لا تكاد أن تتوفر حولها المعلومات في أي إقليم أو بلدة في الكوكب. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.